We are here in Nablus, Palestine, at the Tanweer Forum. Tanweer is the Cultural Enlightenment Forum of Palestine. And I would like to introduce you to the members of the board here, and we will begin with President Ziad. أهلا وسهلا فيكم. إحنا موجودين حاليا في المنتدى التنوير الثقافي الفلسطيني في مدينة نابلس في فلسطين المحتلة. المنتدى التنوير الثقافي الفلسطيني لماذا؟ المنتدى التنوير وجد لغاية أن التنمية شعاره التنمية طريق نحو التنمية والتحرير. بالتالي فكل هدفنا في المنتدى التنويري رفع الشأن الثقافي في مدينة نابلس بعد تعرضها للتدمير وبعد تعرضها للقصف في سنة 2003. تجمع كوكبة من مثقفي نابلس ومناضلي نابلس بهدف خلق هذا الكيان الذي يسعى لإعادة الاعتبار للحياة الثقافية في نابلس، والتي بالأساس هي مشهورة بهذا الشيء بإنتاج وبتخريج الأدباء والمثقفين، وبإعادة الروح للعمل التطوعي، وبنفس الوقت على المساعدة على إعادة إحياء الأدب التنويري والثقافة التنويرية بخدمة المجتمع. التقينا في هذا المكان وقمنا بإعادة تجديده وترميمه، ومن ثم انطلقنا به، حيث كانت هناك عدة نشاطات يقوم بها المنتدى، من حيث عقد الندوات الثقافية، من حيث إعداد المعارض والفنية، ومن خلال اكتشاف عمل المنتدى على اكتشاف حالات جديدة من الأدباء والرسامين والكتاب. وفي نفس الوقت عمل المنتدى على تكريم ثلة من المثقفين والأدباء والمبدعين في منطقة شمال الضفة الغربية بالتعاون مع عدة مؤسسات. فقمنا بعدة نشاطات، سواء بالشراكة مع جامعة النجاح الوطنية الموجودة في نابلس، أو بالشراكة مع بلدية نابلس، أو بالشراكة مع العديد من المنتديات الثقافية المتواجدة في الساحة. وفي نفس الوقت كان سعينا ودأبنا الكبير باتجاه أن تكون الثقافة الجامعة والواعدة باتجاه نهضة المجتمع ورفعة المجتمع وتقدم وخدمة الأهالي وسكانه. لم نكن ننبش في الماضي بقدر ما كنا نحاول أن نستعرض مآسي الماضي وإشكالات الماضي للاستفادة منها والبناء عليها من أجل الخروج برؤية تنويرية للثقافة والدين والأدب. كان هناك العديد من العقبات اللي واجهتنا في تأسيس المنتدى، ولكن تضافر الجهود والجهود الجماعية الموجودة عندنا، رغم النشاطات الكبيرة التي ممكن نقوم باستعراضها لاحقا، جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المنتدى هم من الأناس المشهود لهم بالكفاءة وحسن الأخلاق والسيرة والالتزام باتجاه قضايا مجتمعهم واتجاه وطنهم. الجميع يقوم هنا بالعمل باتجاه تطوعي وبلا أجر. حاليا أتشرف برئاسة مجلس الإدارة المنتدى التنويري، اسمي زياد مروان عميرة، متزوج وأنا مهندس أعمل في بلدية نابلس ومتطوع في المنتدى التنويري منذ تأسيسه، وأشارك بأغلب نشاطاته قدر الإمكان. وبنفس الوقت يوجد حاليا عدد من أعضاء مجلس الإدارة، دكتور يوسف عبد الحق، تفضل دكتور، الأستاذ وائل الفقية، والأستاذ بلال حموضة، ويوجد حاليا أغلب أعضاء مجلس الإدارة الآخرين وعددنا 11، أغلبهم في أعمالهم حاليا،
ونتمنى أن يحضر خلال هذا الوقت لنتمكن جميعنا من المشاركة في هذا العمل. وأترك المجال لزملائي بالكلام. تفضل دكتور يوسف. يعني أنا أعتقد أن أهم ما أضافه المنتدى التنويري ليس فقط في محافظة نابلس وإنما على مستوى الوطن ككل. أهم ما أضافه هو الجانب الثقافي لليسار الفلسطيني، بمعنى أن اليسار الفلسطيني والعربي عموما اشتغل طيلة حياته بالسياسة مهملا الثقافة. ونحن حين اجتمعنا كما ذكر رئيس مجلس الإدارة كنا نشعر بهذا النقص منذ عام 2003 ويمكن قبل ذلك، لأن العمل السياسي اليساري بدون ثقافة هو عمل يعتمد على النجاحات السياسية، فإذا فشل في مخطط أو في مسألة سياسية لن يجد أثر ثقافي له، في حين أن الثقافة إذا ترسخت ثقافة الفكر التنويري القائم على العقلانية القائم على ما يسمى ريزونينج السببية الذي يعتمد المنهج العقلي، منهج الشك، منهج البحث والتجربة والمعرفة، هذا إذا ثبت في أذهان مجتمعنا سيصبح المجتمع بخير. نركز في ذلك على الجيل الجديد وعلى الإناث أيضا، لأننا نعتقد أن الأسرة في كل العالم يتم إنشاءتها من الإناث قبل الرجال. ونركز على نقطة مهمة سأتركها لزميلي وهي العمل التطوعي، أي تدريب الناس على الانتماء. الأستاذ وائل هو مسؤول منسق العمل التطوعي. اسمي وائل فقير، منسق العمل التطوعي وعضو مجلس إدارة المنتدى. عندما بنحكي عن تنوير، التنوير بيعني لنا هو مكان ذو رسائل وأهداف متنوعة. أنا بتقديري كان أهم هدف ممكن التطبيق من خلال وجودنا بالمنتدى التنويري هو رسالة العمل التطوعي. هاي الرسالة اللي للأسف مارس الاحتلال بشكل قوي جدا من أجل طمسها وإلغاءها بعقول الشباب. العمل التطوعي شكل في تاريخ الإنسانية في تاريخ الشعب الفلسطيني لبنة هامة، تحديدا في مراحل الانتفاضات الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية. العمل التطوعي زي ما حكيت حاول الاحتلال بطريقة أخرى شطبه من عقول الشباب. إحنا كمنتدى تنويري بلشنا واستعدنا إمكانية العمل مع الشباب من خلال تواصل معهم وتعزيز هذا الجانب تحديدا من خلال تثقيفهم مرة ثانية. ولما احنا اخترنا المكان التنوير تحديدا كان من هدفنا بالاساسي هو اختار المكان وقريب من منطقة البلدة القديمة، لانه فعلا البلدة القديمة بتشكل على قد هي منطقة شعبية وتهتم في قضايا الناس اللي الطبقات المسحوقة او الطبقات الفقيرة. بلشنا في العمل التطوعي وكان استطعنا انه ننجز مهام كثيرة على مستوى من خلال التنوير. أهم شغلة استطعنا من خلالها إنه نعمل أحد المنجزات اللي عددها في اللي قمنا فيه بالمنتدى التنويري وحملات تنظيف شوارع، زراعة أشتال زيتون وأشتال متنوعة. استطعنا كمان رصد الانتهاكات من خلال المتطوعين، رصد الانتهاكات اللي يقوم بها الاحتلال. استطعنا كمان إن نقوم بحملات من أجل الحفاظ على البيئة. عملنا دورات ثقافية بجهود المتطوعين نفسهم من أجل ترقية وتوعية والارتقاء بوعيهم كمتطوعين ومحاربة ما يمارس الاحتلال من أجل شطب هذه الثقافة. استطعنا كمان انه نعمل حملات اسعاف اوليه اللي كانت بتشكل تحديدا في مرحله الاجتياحات حاله اسناد ومساعده للاهالي من خلال التواصل معهم وايصال الادويه اللازمه لهم. هذا كمان جهد المتطوعين.
ركزنا وقدرنا ننسق علاقات مع النشطاء الدوليين من خلال الحركات الدوليه المتنوعه مثل الاي اس ام والاي دبليو بي اس ومجموعه من النشطاء الدوليين، اللي استطعنا من خلال هذا التعاون معهم ان نتواصل كمان مع الاهل ونعرفهم عن القضيه الفلسطينيه، وهذا كمان كان بجهود من المتطوعين اللي عندنا. هذا طبعا شيء بسيط من اللي بل اشتغل فيه العمل التطوعي في المنتدى التنويري. في عندنا خلاص لا لا مع اساس اقدم لك. بالطبع هناك نشاطات اخرى بيكون فيها المنتدى، وزي ما حكى زميلي النوائل كان لموضوع اختيار موقع المنتدى التنويري قريب من المناطق المهمشه ومناطق تجمع الفقراء، وبالتالي كان هناك نشاط للمنتدى على صعيد بعث التعليم الشعبي، وبنفس الوقت إتاحة المجال لجميع الفئات التي لم تستطع الحصول على التعليم. بالطبع الأستاذ بلال مسؤول الإعلام وبتبع هاي النشاطات والنشاطات الأخرى اللي خاصة في المنتدى. تفضل بلال. أنا اسمي بلال أحمد ومنسق العمل الإعلامي في المنتدى التنموي، وسأركز على شقين، الشق الأول الإعلامي والشق الآخر هو الثقافي. بالنسبة للإعلام نعرف أنه هو يعني السلطة الرابعة، وهو مهم جدا في شغلنا وفي نشر الثقافة التنويرية والوطنية التقدمية في فلسطين، لأنها لم تحظى باهتمامات الإعلاميين، ولا يوجد مشروع إعلامي جيد في فلسطين لنشر هذه الثقافة، لأن الثقافة السائدة هي الثقافة الليبرالية والثقافة الدينية. وشعارنا بالنسبة للثقافة احنا هو شعار نقول فيه اتصلوا في كل شيء إلا الثقافة، والثقافة هي تعني ثقف الشيء أي صحح الشيء وصحح اعوجاجه. والكثير من الناس ركزت على الثورة الثقافية باعتبار لينين يعتبر المثقفين هم مهندسي النفوس، وأفلاطون قبله بقرون اعتبر المثقفين هم أنصاف الآلهات في مدينته الفاضلة، ونحن نعتبر الثقافة كما قال البروفيسور إدوارد سعيد أن الثقافة هي إعادة الأرض وإعادة أصحابها لها وإعادة تسميتها، وهذا هو البند الرئيس لمبرر لوجود هذا المنتدى. هذه هي الثقافة المهمة بالنسبة لنا. في المنتدى طبعا نحن رافعين شعار لا نعادي علما من العلوم، ولا نهجر كتابا من الكتب، ولا نتعصب لمذهبا من المذاهب. سلاحنا هو العلم والعقل والمنطق والفكر والمحاججة، ومستقبلا إذا سئلنا ماذا نفعل هو محاججة المفكرين الأوروبيين والأمريكان بأنهم يتحملوا مسؤولية المجازر التي ترتكب في العالم الثالث وخاصة في فلسطين، والمجازر التي ترتكب في العراق وفي ليبيا، بأنهم هم راضون عما تجري ما تقوم به أيادي المجرمين في حكوماتهم. علينا أن نثاقفهم ونحاججهم بالمنطق والحجة أن أنتم مجرد ضمير هذه الأمم، أنتم تتحملون مسؤوليات الحكومات التي حكوماتكم التي تقوم في هذه الجرائم. بالنسبة للشق الإعلامي فإحنا عندنا نافذة متواضعة تحمل العنوان www.tanwer.org. هذه برغم ان تقنيا انها متواضعة جدا، لانها استطاعت ان تكون مركز جذب واستقطاب الكثير من دول العالم ومن العالم العربي ومن العالم الفلسطيني، حتى انها اخر احصائيه استطاعت ان تستقطب قرابه 160 الف متصفح لهذه الزاويه، بوجود ما يقارب او يعنيف 1300 موضوع مختلف وبحث وتقرير سياسي ودعوة وقضايا اجتماعية تخص البلد. نحن كما تفضل الزملاء متطوعون من
أكبرنا من الرئيس إلى أصغرنا أصغر شبل موجود هون. وفلسفتنا في العمل التطوعي هو البذل والعطاء بدل الأخذ والانتماء، لأننا نحن هنا شعب فتي وشاب، وهذه هي مصدر قوتنا ومصدر سلاحنا، ولا يوجد لدينا ذهب ولا يوجد لدينا نفط، يوجد لدينا هذا الشعب، وعلينا أن نقوم بتثقيفه وعلينا أن نقوم بتدريبه من أجل تنمية هذا المجتمع. المهمة ثقيلة ليست بسيطة، ولكن استطعنا أن نقول أنه عملنا معجزات من خلال توحدنا كثلة من المثقفين والتقدميين والأكاديميين، استطعنا أن نفعل شيء واستطعنا أن نستضيف الكثير من الأدباء العالميين ك الفيلسوف الفرنسي ألان باديو، استطعنا أن نستضيف أيضا والدة راشيل كوري التي داستها الجرافات الإسرائيلية العنصرية، استطعنا أن نفتح ونتعاون مع الكثير من المؤسسات مثل ما تفضل زميلنا رئيس المنتدى وزملائي في المنتدى التنويري. شكرا لكم، ونتمنى لكم أن تدعموا هذه المنارة الثقافية التي تعتبر مربدا من مرابد الأمة الثقافية، وشكرا للجميع. لماذا التنوير؟ السؤال اللي كان بيطرح علينا، ليش احنا بدنا نعمل منتدى التنويري او ليش انتمينا للمنتدى التنويري؟ الهدف الاساسي كان العمل على صياغه الوعي الجمعي باتجاه مختلف القضايا اللي بتخص مجتمعنا المحلي والعربي والعالمي. احنا ما بنقدرش نكون محايدين اتجاه القضايا اللي بتتعرض لها فلسطين، بتتعرض لها قضيتنا الوطنيه اولا، وقضيتنا العالمية كمان الثانية. إحنا بقدر ما إحنا مجدودين لقضيتنا الوطنية، مجدودين أيضا لقضايانا العالمية من حيث السلم والإنسانية. فبالتالي كان من هون تعرفنا على كثير، وإعادة بعث وتنشيط وتعريف الناس بكتاب وأدباء ومثقفين عالميين، ومحاولة استضافهم ومحاولة استضاف كتبهم، والتمكن من التجول من خلال أفكارهم اللي بيطرحوها. بالتالي كان في عندنا هون استعراض لباولو فرايري لكتابات باولو فرايري، استعراض لكتابات جرامشي، استعراضات لكثير من الكتاب والأدباء العرب. وبنفس الوقت حاولنا كمان نطلع باتجاه الهموم اللي بتعرضوا لها أهل البلد. بالتالي كان في كثير من التركيز على كثير من القضايا اللي بتخص المجتمع المحلي سواء في نابلس او المحيط حوالين نابلس. مشان هيك كان في عنا دعوه باتجاه احياء التراث وحمايته من التدمير، فكان هيك في عنا اتجاه من قبلنا وبدور عظيم لمتطوعينا الشباب والبنات بتنظيف واحياء الاماكن الاثريه المحيطه في نابلس سواء المدرج الروماني سواء من حيث زيارات للأماكن الأثرية والتعريف فيها، من حيث خان الوكالة الخان التاريخي اللي موجود في غرب مدينة نابلس واللي تعرض للتدمير على أيدي الدبابات والبولدوزرات الإسرائيلية، والدعوة لاتجاه حمايته وإعادة إحيائه. وحقيقة إحنا بعد 4 سنوات أو 5 سنوات من هذا الصرخة اللي انطلقت من المنتدى التنويري بإمكاننا نزور حاليا خان الوكالة بعد إعادة تجديده وتعميره. بالطبع لم ينتهي العمل، ولكن لا تزال هذه الأمور موجودة هناك بحيث إعادة الترميم. بنفس الوقت كان هناك دعوة باتجاه بقدر ما أنت تعاني بقدر ما أنت يفترض أن تقدم لشعبك ولأهلك ولناسك. ومشان هيك كان في احتضان لحملات المقاطعة للبضائع الإسرائيلية، كان هناك احتضان لخيمات الاعتصام لمؤازرة أهلنا في قطاع غزة أثناء العدوان، كان هناك خيمة الاعتصام
لمؤازرة أهلنا في لبنان أثناء تعرضهم للمجازر والذبح. كان هناك خيمة اعتصام لمؤازرة الأسرى ولما يتعرضوا لهم من بطش داخل السجون وما يتعرضوا لهم من انتهاكات لحقوقهم الإنسانية. انطلقت كل هذه الخيام من المنتدى التنويري وحازت على الدعم والمؤازرة من كافة أطياف المجتمع المحلي، لأنه غايتنا بالأساس أن يكون هناك وعي جماعي وذاكرة جماعية لكل ما يعاني مجتمعنا المحلي وقضيتنا الوطنية. إحنا ما عندنا أي منع أو فيتو لأي فكرة لأي طرح لأي مشروع، ولكن بشرط أن يخدم هذا المشروع التوجه الوطني وأن لا يكرس أي نوع من أنواع الانقسامات سواء المذهبية أو المناطقية أو السياسية. غايتنا أن ينطبق وأن تبقى فكرة الثقافة الوطنية الواعية البعيدة عن الظلامية والبعيدة عن التعصب هي الحامية لمشروعنا الوطني، وبعيدا عن أي ذهنية إقصائية أو تلفيقية. هذا بشكل عام المجمل. بالطبع حاولنا أيضا بالإضافة إلى هذه الأمور، هناك كنوز موجودة في بعض المكتبات العامة وتحديدا في مكتبة بلدية نابلس من باب إحياء وتوعية الناس. قمنا بزيارة لمكتبة بلدية نابلس وتمكننا من الحصول على الصحف القديمة وتصويرها وإخراجها على شكل بوسترات، وعملنا معرض متنقل وأخذ فترة طويلة. تمكن عدد كبير من الزوار من زيارته والاطلاع على هذه الصحف القديمة التي كانت تصدر بفلسطين. من يقول أن فلسطين لم يكن فيها شعب، لم يكن فيها هوية، لم يكن فيها ثقافة، لم يكن فيها ناس وناس، هذه الصحف الصادرة بالثلاثينات والعشرينات من القرن المنصرم تعطي الدلالة الواضحة على ما أحيك وما ورد فعل الناس الموجودين في فلسطين تجاه هذه الهجمة. بنفس الوقت تمكننا من دعم إحدى الأديبات أو الرسامات الموجودة في نابلس، وهي الفنانة أوتيليا النابلسي، وهي من أصل روماني ومتزوجة في نابلس من ضيق ذات اليد. تمكننا من تأمين بعض المستلزمات لأنه نحن لا نملك الكثير، لا نملك سوى الإرادة، لا نملك سوى عملنا، ولا نملك سوى التطوع ما نقدمه بهذا المنتدى. ببعض الأمور البسيطة تمكننا من إخراج حوالي 40 لوحة وعرضهم للناس، وبنفس الوقت فتحنا آفاق لهذه الفنانة أن تشق طريقها في الحياة. وهذا المعرض تجول في مختلف أنحاء الضفة الفلسطينية، في الخليل، في بيت لحم، في رام الله، وتمكن عدد كبير من الناس من الاطلاع على هذا المعرض، وتمكننا من إخراج هذه الموهبة والطاقة الكبيرة الموجودة عند زميلتنا بالمنتدى الفنانة أوتيليا النابلسي. بالطبع كمان سعينا باتجاه البحث عن الكتاب والأدباء الشباب الصغار سواء شعراء أو كتاب قصة، وعمد المنتدى إلى الإعلان عن جائزة أدبية تمنح للشباب سنوياً باسم جائزة غسان كنفاني الأدبية، وتم تشكيل لجنة من عدد من المثقفين والكتاب في نابلس لإخراج هذه المسابقة الأدبية بشكل إيجابي وبشكل يليق باسم صاحب هذه الجائزة، وبما يقدم دعم وأخذ بيد هؤلاء الشباب من كلا الجنسين بنهضتهم الفكرية والأدبية. هذا ما عندي. حدا حب يضيف؟ تفضل دكتور يوسف. يعني منذ انطلقنا كان واضحا لدينا أن الاعتراف بالمشكلة هو بداية الحل. نحن مجموعة
بسطاء من هذا الشعب، لكننا أمناء في فهمنا لما يجري سواء على المستوى الفلسطيني أو المستوى العربي. فبداية اعترفنا بأن هناك فشل ذريع في معالجة كل قضايا المجتمع الفلسطيني والعربي، ومن هنا انطلقنا لمعالجة هذا الفشل على المستويين الداخلي والخارجي. كان التشخيص أن المنهج التفكيري في المجتمع الفلسطيني هو منهج بعيد عن السببية والعقلانية كما سبق وذكرت، وبالتالي اندفعنا نحو إيجاد حوارات عقلانية حول مشاكل مجتمعنا المحلي. ثم انطلقنا على المستوى الخارجي للتعاون مع كل المؤسسات والمثقفين في العالم الذين لديهم هذا المنهج التفكيري التقدمي الذي يؤمن كما قال مارتن لوثر كينغ، الذي يؤمن بأن المساس بالحرية والعدل في أي مكان هو تهديد للحرية والعدل في كل مكان. ولذلك نحن ممن رفع ولا زال يرفع كل المقهورين وحدة واحدة ضد كل القاهرين وضد كل الإمبرياليين. انطلاقا من ذلك بنينا علاقات مع كل من قدم إلى فلسطين، سواء كما قال زميلي الأستاذ وائل من ISM أو من غير ISM. المهم أن نرفع صوت وحدة الأنسنة ضد وحدة الإمبرياليين. النقطة الثانية التي أود أن أشير لها وهي في غاية الأهمية على المجتمع المحلي، أن معالجة القضايا بطريقة هوجائية أو بطريقة عاطفية أدت في المجتمع المحلي الفلسطيني والعربي إلى انهيار قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، وبالتالي أدى ذلك إلى ضعف القدرات المحلية. من هنا طرحنا باستمرار أن لا بد للشعب أن يتحدث عن حقوقه وأن يعمل ما أمكنه بالطريقة الديمقراطية السلمية لتصحيح الوضع الفلسطيني، وبالتالي أيضا للتأثير على الوضع العربي بالتعاون مع المثقفين العرب وكذلك المثقفين العالميين الذين يحملون الفكر التقدمي التنويري. كل ما نرجوه من هذا المنتدى ليس أمجاد شخصية لهذا أو ذاك ولا منافع شخصية، لأن العمل كما قال زميلي رئيس مجلس إدارة كله عمل تطوعي. كل ما نرجوه أن نؤسس لمنهج ثقافي تقدمي في فلسطين بعمق عربي وبعد إنساني. شكرا. تفضل بلال. سبق وأن ذكرت أنه لا يوجد لدينا مشروع إعلام، ولا يختلف الإعلام الفلسطيني عن الإعلام العربي الرسمي، فهو يتبع الحاكم وهو إعلام المؤسسة ويقصي الآخر ويتحدث فقط عن الإعلام الرسمي، لأن مشروع الإعلام الفلسطيني يجب أن يكون حر، ويجب أن والتنوير هو عدم تقييد العقل والعمل في الصحافة أو في حرية الرأي. فشعبنا هنا يوجد لديه تضحيات جمة، تضحيات فاقت كل الأوصاف، تضحيات فاقت كل
كل ما تفتقت عنه العبقريات نتيجة الجرائم الإسرائيلية. ولكن للأسف أن مقابل هذه التضحيات هناك إعلام ضئيل ورتيب وممجوج وغير مهني ويتبع الحاكم وولايته. ولذلك نحن أيضا نسعى في المنتدى التنويري أن يكون لدينا إعلام حر طليق يبحث عن الحقيقة أينما وجدت ويوئد النفاق والدجل الذي حاليا تحاول أن تروج له الفضائيات والصحف والصفراء ووسائل الإعلام الأخرى. هذا ما نطمح له مستقبلا، يعني أن يكون هناك مشروع إعلامي ضخم يتناسب ويتوائم ويتوافق مع التضحيات التي يقوم بها شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، سواء في فلسطين المحتلة 48 أو في الضفة أو في غزة. وأيضا فضح أن القوى التي تحاول أن لا تسعى بجدية للوحدة الوطنية ووحدة الشعب أو إيجاد تحالف بين القوى المعنية في إزالة الاحتلال. بالإضافة للقضية السياسية، نحن معنيين في تنمية المجتمع، فمن القضايا التي يهتم بها المنتدى التنويري أيضا هي الدورات التعليمية المكثفة التي يقوم بها. فالمنتدى يقوم بتدريس اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة، وفي العام المنصرم استطعنا أن نعلم أكثر من 150 طالب بنفقات رمزية جدا، وفرنا على بيوتهم وعلى موائد أهاليهم آلاف الشواقل والدولارات مقابل هذا التعليم، لأن حتى التعليم هنا أيضا لدينا مشكلة، هو يجب أن يكون ملك الشعب وللجميع، وهذا دورنا هو أن نقدم ما استثمر فينا من علم أن نعطيه لأبناء شعبنا بدون مقابل، على أساس أن يكون هذا بديل وفلسفة جديدة بدل أنه التعليم بالمقابل، وخاصة في الأطراف الأخرى الموجودة في الساحة التي تحاول أن تأخذ الكثير من هذا الطلاب وتحاول أن تعمل على خصخصة التعليم كما الكهرباء الموجودة هون. فأيضا نعطي إحنا في المنتدى التنويري دورات كمبيوتر في صيانة الكمبيوتر وأيضا في الأوتوكاد. فعلى سبيل المثال دورة الأوتوكاد هنا نأخذ 50 شيكل، يأخذها الأستاذ ثلاث أرباع هذه الشغلة إلى ثلاث أرباع هذا المبلغ، بينما في الخارج يأخذون 100 دينار، يعني كمية كبيرة من الفلوس تذهب إلى جيبة المستثمرين. وأيضا ننشر ما نقوم به من ثقافة، من دورات ثقافية ومن ندوات ننشرها في الصحف المحلية وفي على الإنترنت. ولنا الفخر أيضا أن معظم المواقع تأخذ المقالات عن موقعنا، وإذا ما كتبت المنتدى التنويري فستجد آلاف أو مئات حتى نكون متواضعين آخذة عن موقع المنتدى التنويري. ولنا الفخر أن موقع وزارة الثقافة السورية أخذت موقع عن أدب السجون لمنيف، شكرا مرة أخرى، وليس لدي ما أضيف لأن زملائي أثروا النقاش وغطوا معظم جوانب عملنا. يوجد هناك هنا وهناك من الجوانب ربما نسينا لكثرتها لأننا متطوعين ولم نرشف كما يجب، ولكننا على العهد أن نكون رأس مال مدور لهذا الوطن، ونفعل بكل إخلاص وبكل جدية وبكل أمانة وبكل صدق. شكرا. إلى ماذا نريد من المنتدى التنويري؟ وإلى أين نريد أن نصل في المنتدى التنويري؟ سؤال كبير يؤرق
أعضاء المنتدى، جميع أعضاء المنتدى. الرسالة الأولى التي نريد أن نوصلها ونحن نعيشها بالأساس، أولاً تثبيت الحياة الديمقراطية في المجتمع المحلي، والدلالة على هذا الشيء بالفترات السابقة تم عقد اجتماع بين كل فترة وأخرى حسب النظام الداخلي، يتم عقد لقاء للهيئة العامة، وفي الوقت أيضا يتم الإعداد وإجراء الانتخابات لمجلس الإدارة. باب الترشيح بالطبع مفتوح لجميع من يتوافق مع النظام الداخلي من حيث العضوية، وهذه مفتوحة للجميع. والشيء الآخر بعد أو نحو رؤيتنا لترسيخ التداول وكيفية بناء منظومة اجتماعية ديمقراطية، نسعى أيضا إلى تثبيت الوعي الديمقراطي الجمعي التقدمي داخل مجتمعنا الفلسطيني. إحنا منسعاش لتغيير العالم، ولا بنفس الوقت نقول إنه نحن نمتلك الحقيقة، نحن نسعى لكشف الحقيقة. رسالة نعلم أنها صعبة، نعلم أنها كبيرة، بس نسعى جاهدين لبنائها وترسيخها. ورسالتنا نأمل أن تستمر وأن تبقى وأن تحصد نتائج إيجابية تنعكس على المجتمع المحلي وعلى مجمل المجتمع الفلسطيني اللي احنا جزء صغير منه، ولكن نعتقد وبكل تواضع أننا نحمل همه ونسعى لجلاء وكشف جميع المنغصات، وبنفس الوقت نحاول أن نكون بوصلة توجه باتجاه ما يعكر صفو هذه المرحلة، صفو هذه المسيرة باتجاه الوصول لحقوق شعبنا وناسنا من حيث العيش بحرية والعيش بكرامة، بعيدا عن التدليس، بعيدا عن ما يتعرض له، ما يتعرض مجتمعنا من نهب ومن سرقة ومن إذلال. أعتقد يعني هذه مجمل رسالتنا وسعينا. تفضل دكتور، حط تحت تفضل. أود أن أشير أن المنتدى التنويري في كل عضو فيه حاضر أو حاضرا أو غائبا، فيه ما نسميه ذبابة سقراط. ذبابة سقراط تعني أننا نحن نعمل على إيقاظ هذا المجتمع بكل ما أوتينا من ثقافة وقدرة على الحوار الديمقراطي العقلاني. لن نقبل أبدا أن تمر علينا قضايا بدون نقاش عقلاني ديمقراطي مبني على مفهوم الأنسنة، العدالة والحرية. ولذلك نرى على المستوى المحلي أن هناك حكومات فلسطينية وعربية لا تلتزم بهذا المنهج، وعلى المستوى الخارجي نرى أن الصهيونية هي صناعة إمبريالية محضة، وهي أداة لاستعمار الفلسطينية والعرب ولاضطهاد اليهود في كل مكان. نحن نعتقد أن التحالف الإنساني ضد الصهيونية هو الذي يساهم فيه المنتدى ببعض ما يستطيع أن يتعلم. نحن ذبابة سقراط
في فلسطين والعرب وفي العالم. نقول لهم استيقظوا، التنوير طريق التنمية نحو الحرية. أبراهام، استكمالا لما قاله الدكتور يوسف عبد الحق بأننا ذبابة أثينا أو ذبابة سقراط التي تؤرق هذا المجتمع من النوم وتستفيقه من سباته، الشاعر العظيم الفلسطيني محمود درويش يقول: الهوية هي ما نورث لا ما نرث، هي ما نخترع لا ما نتذكر. بناء عليه أود أن أذكر بعض النشاطات التي أتمها المنتدى التنويري. للمنتدى الفخر أن يولد من رحمه ديوان قطرات الندى للشاعرة الواعدة الشابة شاهناز حسين، واستضافة الشاعر عيسى عدوي العائد للوطن من السعودية، ثم الشاعرة الطفلة ياسمين شملاوي أصغر كاتبة وشاعرة في اتحاد الشعراء العرب والفلسطينيين. في التراث أعد المنتدى لحوار حول خان الوكالة في مدينة نابلس وحوار آخر نحن والتراث، وفتح جدلا حول قضايا مهمة معاصرة كالاستنساخ وملف المياه الذي سيكون سببا للحروب المستقبلية، والتغذية الطبيعية، ودور المرأة، دور الإعلام والتنمية والشباب، وفن وفلسفة الحوار، والهنود الحمر والفكاهة في الشعر العربي وتصريحات البابا إلى آخره، وأثار حوارا حول دور المسرح وآخر بعنوان المسرح عند الرحابنة، وعرض أفلاما مهمة عن المقاومة الشعبية في الكثير من البلدان، وآخر عن الفنان إسماعيل شموط بعنوان السيرة والمسيرة. ومن الأفلام الجديدة عرض آخر فيلم للمخرج العالمي يوسف شاهين هي فوضى، ومن الأفلام العالمية أفيتار وفود، وأفلام تنسق مع دائرة مع مؤسسة القطان تعرض كل آخر شهر من أجل دعم وتنمية الفن السابع. وأعد أيضا المنتدى معارض للفنان ناجي العلي الشجرة التي ماتت واقفة، وآخر حول محرقة غزة، ومعرض كان يا ما كان للفنانة أوتيليا النابلسي التي كان للمنتدى فضل الريادة، وافتتح معرض ذاكرة وطن مع رئيس بلدية نابلس، وهو عبارة عن بوسترات مأخوذة عن الصحف. وأيضا يهتم المنتدى بالأطفال، فهناك مقولة لأرنولد توينبي: لن أحترم العالم وهناك طفل يبكي. يهتم المنتدى بالأطفال خاصة طلاب المدارس الابتدائية، فعرض مسرحية للدمى اسمها حلم وعلم المأخوذة عن حكاية الثعلب والحمامة ومالك الحزين، كما عرض مسرحية أخرى باسم آخر العنقود للمخرج الفلسطيني طاهر باكير، وعد لورشات عمل حول حقوق الطفل. شكرا. بالطبع أي معلومات أخرى أو أي مواضيع أخرى نتشرف تزوروا موقعنا الإلكتروني تنوير.org، وأهلا وسهلا في الجميع. Do you want to ask any question? I think we need to show in the window the beauty of Nablus behind you. The beauty of Nablus, oh, okay. We're going to... just... there we are. Here we are in Nablus, Palestine,
and now we are brought up to date. Thank you very much for your presentations. Thank you. Thank you, Dr. Avram. You are welcome.